الخبر الأخير معنا مشاهدينا بعنوان كوب حلبة يوميا يخلصك من الأنيميا. أظهرت نتائج العديد من النتائج والدراسات والأبحاث المصرية التي أجريت لقياس معدل الإصابات بالأنيميا أن النساء وخاصة الحوامل والفتيات من أكثر الفئات عرضة للإصابة بفقر الدم. وأوضحت النتائج أن شرب كوب من الحلبة أو الليمون محلاة بثلاث ملاعق عسل يوميا هو أفضل علاج لسوء التغذية والأنيميا. معنا على الهاتف الدكتور خالد المنكباوي. السلام عليك يا فندم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحياتي لحضرتك. أهلا بيك. تحياتي لحضرتك. هل بالفعل كوب حلبة يوميا يخلصنا من الأنيميا يا فندم؟ هو موضوع الأنيميا طبعا زي ما سعادتك عارف ومشاهدين عارفين هو ناتج عن نقص الهيموجلوبين في الدم. نعم. وبالتالي زي ما حضرتك قلت ان النساء والفتيات هم من اكثر الناس عرضه للانيميا وفقر الدم، ده كلام صحيح. نعم. طبعا في حاجات كتير قوي احنا نعرفها على المستوى العادي وعلى مستوى الناس ان منتجات زي العسل زي اللحمه زي الكبده زي السبانخ غنيه بالحديد وبالتالي تفيد في علاج الانيميا. بالنسبه للحلبه، الحلبه فعلا غنيه بالحديد، بس في نقطة مهمة جدا الناس ممكن تتخيل ان انا اشرب الحلبة، لا ده انا اشرب الحلبة واخد الحب بتاعها. دي نقطة مهمة جدا. تمام. بالنسبة للعسل طبعا العسل معروف ان منتجات العسل بصفة عامة، وطبعا انا بتكلم هنا على العسل اللي هو طبيعي مش العسل اللي احنا بنسيب النحلة على مية بسكر والكلام ده، لا العسل الطبيعي اللي بياخد غذائه من الازهار وعلى طبيعته هو ده العسل الطبيعي، ده قيمته الغذائيه عاليه جدا، السعرات الحراريه اللي فيه كويسه جدا، في كميات عاليه جدا من حبوب اللقاح والبروتينات ومضادات الاكسده وكميات جيده من الحديد والعناصر الاخرى، وبالتالي بيمنع سوء التغذيه وبضمنيا معاه بيحد من الانيميا او فقر الدم. نعم. بشكرك جدا الدكتور خالد المنباوي على هذه المعلومات.